اهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم، حياكم الله يا شيوخ، كيف الحال؟ اخوكم سلطان 67 من قناة صقر. اتمنى انك تضغط اللايك والاشتراك ولا تقصر بالنشر، تكتب كومنت ايجابي. اليوم معنا مقابلة مع احد افضل اللاعبين في فورتنايت من فريق صقر، معنا سول. اهلا وسهلا. اليوم راح ناخذ اسئلة من اللي كتبتوها انتم في تويتر، لا تنسون تسوون فولو بحسابات الفريق بتويتر. معنا عدة أسئلة. سول جاهز ولا لا؟ جاهز. قبل كل شيء نبيب صراحة بصراحة بصراحة، ممتاز ولا لا؟ ما أنت مجاملات. ممتاز. طيب عندنا السؤال الأول، يقول لك هل في لعبة أنت محترف فيها غير فورت ولا لا؟ لا، قبل لا أبدأ لعب فورت ما قد يعني حركت لعبة، كان حدي باليوم ساعة واحدة. أول لعبة بديت حلقة فورت واحترفت فيها. يعني فورت فقط واحترفت فيها بس؟ بس فورت. ممتاز. طيب السؤال الثاني من ريان أو رينا أتوقع، يقول إيش رأيك عن الكوميونيتي العربي وإيش الفرق بين الكوميونيتي العربي والأجنبي؟ وشكرا. أول شيء الكوميونيتي كمل روح. أول شيء الكوميونيتي العربي ما جاتهم سيرفرات إلا بسيزن إكس قبل فترة مرة قصيرة، عكس السيرفرات الباقية موجودة من بداية اللعبة فيلعبون بطولات من زمان، حنا تونا بدينا. فتقدر تقول ان الكوميونيتي العربي تو مبتدئ ولا عنده الخبره كافيه ينافس الاجانب، بس انا وقت ان شاء الله بيكسبون الخبره بيصيرون افضل من الاجانب بعد نفس باقي الالعاب باذن الله. طيب السؤال الثالث، يعني هذا انا اللي ودي اللي اعرف الاجابه، يقول لك بتروح بيت صقر ولا لا؟ اذا الله كتب ان شاء الله وقدرنا نروح بنروح، ليش لا؟ اكيد. طيب في سؤال من حمود يقول كيف تعرفت على اوت وعزام؟ اوت تعرفت عليه، دخلني مع مستري كنا نلعب بطوله ودخلت معه، واليوم اللي بعد لقيتهم قاعدين بنفس المكان ودخلت عليهم. وعزام كان معي بثندر وتعرفت عليه. ممتاز. بس والله. طيب في سؤال هنا يقول لك وش اول بطوله جبت فيها المركز الاول؟ إذا بطولة رسمية من فورت كانت تريو فنسيس الأول، جبت فيها مركز بليكون التوبون. أما بطولات خارجية ما عندي علم بالضبط، بس جبت في بطولات خارجية كثير المركز الأول. ما شاء الله. إن شاء الله الأول دائما وأبدا يا رب. إن شاء الله. في سؤال هنا شوية بيحرجك، يقول لك من قدوتك في فورتنايت ومن أفضل لاعب بالنسبة لك؟ قدوة ما عندي قدوة صدق، يعني ما عندي شخص. طيب. أقول والله بيصير نفس لعبة، بس أحاول أتطور يعني بنفسي لعبي. من أفضل لاعب بالنسبة لك؟ من أفضل لاعب لك مراكز، كل سيزن يطلع لاعب وينزل لاعب، بس كلعب يعني يعجبني لعب لكود. ممتاز. طيب في سؤال هنا يقول لك وش طموحك حاليا في فورتنايت؟ هي ان اجيب اكثر مراكز اقدر عليها، يعني ما في شيء مميز. طموحك الاول دائما ها؟ الاول بس. الله يوفقك. طيب في سؤال هنا من امير يقول من بعد الجنون اللي صار باخر فينكس، كيف هي نظرتك على سيرفرات الميدليست؟ يعني الجنون قصده بالحماس. اخر فينكس ما كان في مدينه كذا مميزه اكثر من مدن الباقيه، كان كل مدينه وعندها شيء يميزها، مدن كثير قويه. وزي ما شفنا في أيام كثيرة كانت بأي لحظة تقدر تمسك المركز الأول، كانت آخر ثلاث أيام كذا يمكن أفضل ثلاث أيام تابعتها يعني. ممتاز. وأفضل من السيزن اللي فات بكثير، الجراند فاينل ذا. حلو حلو حلو. طبعاً المعرقين يعرفون بعض، أنا بعيد عنهم شوي. طيب في سؤال هنا من ياسر يقول لك متى أو في أي سيزن بديت كومب ومن حفزك في بداياتك؟ بديت كامب بسيزن اكس تقريبا، بدايتي الرسمية. واول يعني جروب كنت العب معه بداياتي اللي هو اوت ولورد وعزام، ذول كان من سيزن اكس جروبنا يعني. حلوين. قاعد العب معه من البداية. طيب يقول لك من افضل اي جي ال بالميدليست؟ سريانو ثابت من ايام ربا يعني، ما ادري ما اتوقع في غير سريانو يعني من زمان. ممتاز. طيب في سؤال هنا يقول لك وش توقعاتك البطولات السيزن 6 وهل هو عاجبك ولا لا؟ والله شوف اهم شيء عندي انا رجع البمب وعجبني كل شيء. اسباس قصدك ها؟ طيب في سؤال من عزام يقول لك وش ناوي تسوي بالسيزن هذا؟
اي لاعب طموحه توب 1 يعني اذا اقدر اجيب، بحاول اجيب توب 1 اكثر شيء اقدر عليه، واذا ما قدرت عاد مو بكتوب يعني. الله يوفقك ان شاء الله. طيب في باقي ثلاث اسئله وبسالك فيها. حلو، في سؤال هنا مكتوب ليش سميت نفسك سول؟ في سبب معين؟ اي انا اسمي سلطان. عاش اسمي والله. اسلم عاشت ايامي. جيت بسمي نفسي سلطان وما اخوذ، قاعد تحذف كذا طلع معي سل يعني، ما انا قاعد الفلف وعجبني صونت عليه. حلوين حلوين حلوين. سول ترى بعد مره كويس بالنسبه لك تتكلم، وانت حطيت من سول ترى حطيت له هيبه شوي، فالله يوفقك ان شاء الله. عندنا من مونكي يقول من اقوى دو حاليا ينتظرك بدون مجاملات خوينا. اوكي خوينا على العين والراس، بس يقول لك بدون مجاملات. بدون مجاملات ردكس ومونكي قادمين على الساحب بقوه. يا ساتر بقوه، يا ساتر بقوه بدون مجاملات. طيب مجاملات مجاملات ما في بطولة دوس قبل سنة. طيب يلا حلوة ما هي مشكلة. طيب عندنا صقر محمد وراح يكون آخر سؤال معنا. يقول بالعربي ليش ما فتحت قناة يوتيوب وبديت تنزل فيها مقاطع؟ هالفترة منشغل والله يعني اختبارات وقروشة، أنا توني بديت أختبر قدرات ونص وقت مذاكرة يعني، متى ما فضيت بثيت وأحاول أفتح يعني أحاول أنزل مقاطع يوتيوب بس مو قادر، فأنت ما فضيت على طول بفتح قناة يوتيوب. ممتاز ممتاز، الله يوفقك سول إن شاء الله ونشوفك في أعلى المراتب سواء كانت في الألعاب ولا في الحياة الواقعية. الله يوفقك ويفتح لك أبواب الخير إن شاء الله. أنتم من يسمع إياك يا رب. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، لا تنسى اللايك والاشتراك واكتب لنا كومنت إيجابي، ولا تنسى حسابات الفريق تسوي لها فولو. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير إن شاء الله. أتمنى أنكم استمتعتوا في المقطع، بس قبل نهاية المقطع حبينا نقولكم أن الحين تقدرون تنضمون لمجتمع صقر في اليوتيوب. طبعا الأغلب راح يسأل ليش ننضم وهل لها فوائد؟ طبعا فوائدها أنك راح تشاهد مقاطع صقر قبل الكل، وراح يكون عندك ايموتات خاصة بالفريق، وأهم شيء أنك راح تحصل فرصة أنك تلعب مع أعضاء صقر.